وتحية كبيرة لكم وخالصة لكم. لقائنا متواصل ومستمر، كرحبوا بالجميع على 0522-46-72-50 أولا 51 أولا 52، أيضا 0522-88-006 أولا 61 أولا 62. مرحبا بكم، مرحبا بكل الأسئلة ديالكم، وحنا معكم طبيعة الحال حتى ال 11 على 0522-46-72-50 أولا 51 أولا 52. يمكن لكم تواصلوا معنا، كيف ما يمكن لكم تواصلوا معنا على 0522-88-006 أولا 61 أولا 62. ناخذوا معنا السي علي من مكناس. مرحبا بك السي علي. السلام عليكم أختي سكينة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أختي والأخ اللي في استقبال مكالمات، شكرا. محمد أحليمي الله يجزك بخير سي علي، تفضل. مرحبا أستاذ، أنا عندي لك واحد سؤال، وقبل ما نسولك سمحتي بغيتي نوصل لك الشكر ديال الأم ديالي. الصراحة في ما كتلقى لك شي موضوع كنمشي عندها كنقول لها أمي راه سمعت أزنبور، سمعت كذا، سمعت كذا، كتبقى تقول لي في ما كنجي نقول لها شي حاجة كتبقى تقول لي الله يرحم الوالدين هذا السيد هذا، فكرنا في شي حوايج اللي 30 عام ما بقيت سمعتهم، 30 عام كنت تحسب لي بأنهم صافي انقرضوا. بزاف ديال الحوايج دائما كتقول لي كتدعي معك الصلوات ديالها وكتشكرك. الله يكرمك، الله يكرمك، الله يمتعك بها، الله يمتعك بها ودي علي. امين اخويا احليمي. وكتقول لي سلم عليه بزاف وبلغ لي سلامي. ولينا مؤخرا كنديروا واحد القضيه، ولينا كنمشيو الصباح بحال هكا انا والام ديالي الصباح بكري شي شويه ملي كتكون يلا شرقت الشمس كنمشيو اولا كنديروا الرياضه، ثاني حاجه كنستنشقوا الهواء اللي كيكون في الصباح، ثالث حاجه كنشوفوا ديك الاشعه ديال الشمس، والاخر حاجه هي كنجيبوا الماء من واحد البير، ولينا كنجيبوا الماء للشرب من البير، وبعض المرات كنجيبوا من عندك ديال اللي كيغسلوا السيارات اللي كيكون عندهم البيار. نعم. انا عندي شريت واحد القله ديال 10 لتر وكنديها معايا، ولكن الام ديالي باقا كدي ديال بيدو ديال البلاستيك، ولكن غير كتوصل الدار كتكبو مباشره في هذا. هذا هو السؤال ديالي. السؤال الثاني بسرعه استاذ الا سمحتي، هو بعض الناس دابا بحال مثلا الاخت ديالي هي كتركب مثلا في السياره ولا في سياره اجره وشي حاجه غير واحد المسافه قليله اقل من مثلا كيلومتر كتجيهم واحد الدوخه وكيبقى كيولي واحد نوبة اعزك الله واحد الغثيان. بغيت نعرف شو السر ديال العلم استاذ، وتحياتي لك. واخا واخا شكرا شكرا. بالمناسبه سي علي حتى لواحد النقطه نديروا لها حلقه خاصه، علاش؟ لان بحكم هو دائما على طول السنه، لكن دابا ان شاء الله مع اقتراب الامتحانات ومن بعد الامتحانات وكتبدا العطله المدرسيه اللي اطول عطله مدرسيه في السنه، فكيبداو السفريات وكيبدا الانسان يسافر، وجميل جدا ان الناس يسافروا مع ايتهم يكتشفوا المغرب. المغرب والله لا رائع جدا. انا شخصا يعني شخصيا في اكاديميه فن الحياه اكثر ما كنديروا كنركزوا عليه هما الرحلات الاستكشافيه والرحلات الثقافيه، فكيكون فيهم فرصه ان تبادل الافكار. شوف دابا رحله اللي كيديرها علي كل صباح هو والام ديالو كيخرجوا، اولا علاقه جميله ملي كنلقاو الام مع ولدها خارجين كيتمشاو يمشي ويجيبوا الماء ياخذوا داك الهواء، هذوك الاشعه في الصباح اخويا علي. هذه لا بيريود، كاينين دو بيريود في النهار اللي هما مهمين جدا للتعرض المباشر، اقول مباشر، في النهار كنديروا شي حاجه فوق راسنا ونخرجوا الانسان الحياه يقلب على رزقه، ما كيتسموا لي زور دو سيكوريتي، الصباح الباكر وفي العشيه ان شاء الله يعني تقريبا واحد ساعه المكان قبل ما تغرب الشمس. فهادو ما جيد جدا انك تمشي تاخذ الماء هذه، يعني انا بالنسبه لي مستوى عالي في فهم الحياه. نتمنى ان شاء الله ربي يخلي لك الام ديالك بركه وتبقى حتى انت ليها بركه، وتا هي سلمنا عليها بزاف. حنا الجميل في هذا البرنامج هو واحد قنطره وصل بين واحد الجيل اللي عرف هذا الشيء وبين واحد الجيل اللي ماشي ذنبو حيت ما عرفش هذا الشيء، مي ذنبنا حنا حيت ما وصلنالوش هذا الشيء. فهاد الاحساس هذا كيخلينا اننا نجيبو شي شويه من قاع الخبيه من الثقافه المغربيه ونعطيوها لهاد الجيل هذا في واحد الحله اللي هي حلة مناسبة لي هويا. ما غاديش نجي نقولوا للجيل لا دير الخابية حيت الثلاجة ما ديرش، لا لا ماشي بهذه الطريقة وماشي بهذا الأسلوب، ما غيفهمناش وما غنتفاهموش. وبالتالي باش نتفاهموا مع الجيل هذا، أنا جيل ما عرفش هذه الثقافة، وقلت أنا ماشي ذنبو، ذنبنا حنا الجيل ديالنا اللي خصنا نديروا داك البون، خصنا نديروا داك القنطرة. هي عبارة عن قنطرة ثقافية، قنطرة ثقافية كتقول له فوالا كاين واحد العالم هنايا، عندك واحد القنطرة هنايا تقدر تدوز لهذا العالم. كيدوزوا أجيال ودازوا أجيال ودازوا أطفال دابا لهذا العالم ديال الثقافة المغربية واللي اكتشفوها ولقاوها زوينة، مرة كيرجع لذاك العالم الآخر وكيبقى بين العالمين، ومن بعد كتجروا النوستالجيا اللي كاينة في الجينات ديالو واخا ما شافهاش،
الفلاحه مثلا، شحال من واحد سوسون دي سيتادان، دي سيتادان يعني تزاد في المدينه وكبر في المدينه، وكيمشي يدير يدو في التراب شويه غدا شويه غدا حتى كيولي فلاح. شكون اللي جرو؟ وما عمرو عاش الفلاحه، جروه الجينات ديالو حيت وسط منا كاين هذا الشيء. فاحنا بصدد اثاره واحد الثقافه اللي من غير انها ثقافه مغربيه ثقافه انسانيه. الانسان لطالما الا قلتي شي واحد رسم لي واحد الطابلو ديال الانسان القديم كيفاش كاين يعيش، ارسم لك دار ديال التراب، قله ديال الماء، حدا واحد المعيزه مربوطه، واحد جديوي كيهدي، واحد القط حدا، واحد الكلب في الباب، واحد الداليه، واحد الشجيرات، هذا هو الانسان كيفاش كيعيش. وبالتالي هذا الشيء الي راه 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 منحوس في الجينات ديالنا. ف هذا شيء جميل جدا اننا نشوفوا تلاقح اجيال من خلال الثقافه اللي نادي، وهذا دورنا، وهذا يعني كنشوفوا اخويا علي احنا في سباق مع الزمن. والله العظيم انا كنشوف شخصيا سباق مع الزمن في الثقافه الغذائيه، علاش؟ لان كاين امور تندثر وما بغيناش تضيع. فجيد جدا هذا الشيء اللي كدير انت، الانسان يمشي يسقي الماء، يخرج ياخذ في الصباح. شوف خرجتي مع من؟ مع اهم انسان في حياتك، الام ديالك، ومشيتي وجبتي الماء وخديتي الهواء وخديتي الشمس وضربات فيك هذيك الاشعه، الساعه البيولوجيه ديالك كتضبط، الجسم ديالك كتضبط، وكتجي للدار، والام ديالك كتعني حتى حنا رابحين معاها، كتدعي معانا وتدعي مع البرنامج. كاين شي اكثر من هذه الصوره؟ هذه صوره انسانيه اخلاقيه يعني اجتماعيه اقتصاديه صحيه، وهذا هو الهدف ديال البرنامج الصحه والسلامه. فيما يخص الدوخه اللي كتجي للناس مي كيمشيو، هنا النقطه اللي شيرت لها في الاول ديال الجواب، هو الناس كيسافروا، غادي نديروا حلقه خاصه ان شاء الله على داك الدوخه. الناس مي كيسافروا بزاف، الناس كتجيهم الدوخه، شنو هي ممكن الحلول وشنو هي الاسباب؟ لان السبب ماشي واحد، كاين اسباب متعدده. ما كنهضروش على الدوخه اللي جايه عند انسان عنده مشكل صحي ولا مرض، مي غالبا السي علي غالبا كيكون ايبوتونسيون، يكون ايبوتونسيون او لا مشاكل في الاذن. وبعض المره ماشي كنقول مشاكل، ماشي اي واحد كيدوخ عنده مشاكل، ما انا كنهضر على بعض الناس حالات مرضيه، مشاكل في الاذن، مشاكل في السائل ديال الاذن. الناس ما عارفينش باللي راه في الاذنين ديالنا بجوج كاين واحد السائل بحال ميزان الماء اللي عند البنايه اللي كنحيوهم هذا المنبر، عنده واحد الميزان الماء، هذاك ميزان الماء فيه واحد الفقاعه، هذيك الفقاعه بها باش كيعبروا الحيط واش مقاد ولا ما مقادش. راه جسمنا فيه نفس الميزان. كاينين الناس اللي نعطيكم مثال بسيط اللي كيستعملوا الكوتونتيج، كتلقاه النهار كامل هو كيخوي في ودنه، مش عارفين بلي الاذن عطاها ربي واحد القاعده، ان هذاك السمغ اللي كاين في الاذن مر، يعني مستحيل شي حشره اولا بكتيريا اولا شي خمائر تعيش تمايا. بسبب ياش؟ بسبب هذه الماده. وبالتالي الاذن دائما تدفع من الداخل الى الخارج، فما بقاوش الناس العمي يمشي الانسان يمشي يدوش دائما، ما كيصلي ما كيدوش، راه كتصلي خمسه الصلوات في النهار لو مينيموم، راه غادك مسح الاذن راه كتخرج، لان الاذن قاعدتها، القاعده تقول ان الاذن كتخرج من الداخل الى الخارج. كاين الناس اللي كيستعملوا الكوتونتيج بزاف، وحنا الاذن راه حساسه من الداخل، كيوقع هذا المشكل. هذاك السبب يقدر يكون سبب ديال ان يكون عندك مشكل في الاذن، وهذاك المشكل في الاذن يسبب لك الدوخه. كاين اسباب متعدده، كاين اللي كتكون عنده ميغران، كاين اللي كيكون واكل، يعني الاكل حنا خصنا نعرفوا بلي مي كنكونوا راكبين فحنا كنتحركوا في الزمن والمكان. انت كتجيك حاجه عاديه، بالحق هي راه حاجه بالنسبه للجسم راه فيها واحد الحسابات، يعني تتحرك من حيث الزمن ومن حيث المكان، والحركه من حيث الزمن والمكان يقدر يهبط فيها لا طونسيون، تقدر تجي فيها الدوخه. هذاك الشيء اش كنقول انا، حتى الناس اللي غيسافروا عندك واحد ساعه ساعه ونص باش غتسافر، ما يكونش واحد الاكل. وغالبا حنا يعني غنركزوا على التغذيه، علاش؟ لان بعض الناس كياكلوا بزاف، وهذاك الاكل بزاف كيعطيهم واحد الدوخه، وهذه الدوخه جايه من هذا الغثيان هي نتيجه. الدوخه جايه من ان الانسان كيكون جسمه كيهضم، والجسم ديالنا ينتقل لما كتكون في سياره ولا في حافله ولا في دراجه، فانت تنتقل في الزمان والمكان، وهذا الانتقال كاين الناس اللي ما كيتحملوش. وانسان وسبحان الله هذه المساله هذه، ولاحظوا هذه المساله هذه، وغادي نركزوا عليها في الحلقه. تلقى بعض الناس كيقول لك انا مي كنكون صايق ما كندوخش، عقيله كنت راكب ما صايقش كندوخ، هذه شنو التفسير ديالها؟ هذه غنفسروها ان شاء الله. علاش؟ لان فيها كذلك تركيز، فيها بزاف ديال الامور. كاين الناس اللي كيبقى شاد الهاتف، كاين الناس اللي كيبقى بزاف ديال الامور. فغادي نهضروا على المشاكل، نهضروا على الاسباب، ونهضروا على الحلول ان شاء الله. وهذا موضوع يعني جيد بالنسبه للسي علي، يعني ذكرنا به، اننا ان شاء الله نديروا له حلقه خاصه. مرحبا، شكرا جزيلا لك استاذ، ونهايه اسبوع موفقه وجمعه مباركه، وان شاء الله نتلاقى يوم الاثنين باذن الله. الله يجازيك بخير. كان معنا بطبيعه الحال الاستاذ محمد احنيمي، اخصائي في التغذيه.